لو الحكاية فيها إن فيديو. السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة في معنا طبقين خفاف جدا من داخل مطبخ أبيلا، عبارة عن داوب باشا وشيش طاووق، ومعانا هنا التوابل بتاعتنا والداوود باشا والشيش طاووق والخضار بتاعه. فأول حاجة بنسخن الطاسات، تمام؟ واهم حاجه طبعا في الموضوع كله ان احنا بنحاول ان احنا نخلي كل شيء متقطع معاه، اللي هو الخضار يتقطع على سبج، الخضار متقطع مع على بلانشا خضراء وسكينه خضراء. فانا دلوقتي هحط معايا شيش طاووق، علشان طبعا جبت شيش طاووق قطعته وتبلته مارينات، واخد زبادي واخد كاتشب واخد سنة ليمون وسنة توم وملح وفلفل وبعض التوابل بتاعه. فأنا حامل الطبق بتاعي ده على طول، لأنه هو طبق سهل جدا وممكن يتعمل في ما يقلش عن ربع ساعة. وفي نفس الوقت أنا ممكن أعمل كمان الداوب باشا. هو الداوب باشا المفروض إن أنا بعمله وبحطه معاه دي علشان خاطر اعمل الصوص بتاعه، بيتاخد على طول في طاسة. لو ما عنديش جريلا انا حاضر استخدم ايه الطاسة بتاعتي. بدهرب الداوب باشا، ممكن احط عليه سن رش دقيق واعمل له صوص طماطم مع بطاطس كاريه مع البصل الحلو بتاع الكلام ده. في طبعا مع الداوب باشا ده صوص احمر وبينزل مع رز، ممكن كم نوع من انواع الرز، يعني في عندي رز شعريه ورز بالابيض ورز كريستال اللي هو حبه وحبه. فانا دلوقتي شغال مستني التسويه، وعايز طبعا بعد ما يخلط وبياخد اللون بتاعه انا بعمل ايه، بحط عليه الخضار، الخضار بتاعي، بحط توابل اللي هو فلفل اسود علشان الخضار يستوي، وملح وسنه خفيفه وكمون، واذا كان عندي زبده بعمل عشان تعمل لي جوسي. بس الشيش طاووق هحطه في الفرن، ده طبعا هزوده معايا صلصة، اديني الصلصة دي. عندي اوريدي الصلصة بتاعتي جاهزة موجودة معايا، فأنا حامل هزود صلصة هنا فيها كل حاجة، بصل فيها كل شيء ومتبلة وجاهزة. يا دوب هو داوب باشا، داوب باشا ايه يا دوب هيستوي. ده دخل الفرن خلاص كده، فخلي حاجه فيها جوسي علشان الجوسي بتاع ده يدي طعم للاكل، ما يبقاش ناشف. فانا دلوقتي هنغرف، ممكن اغرف مع كذا حاجه، مع رز بالزعفران، رز ابيض، رز خلطه، رز اورينتال. عايز انزل مع اي نوع من انواع الخضار بنزل معاه، بس الداوب باشا ممكن احط له بطاطس معاه، يا دوب اعملها فرايه واحطها معاه، هتدي علشان تدي طعم للاكل وتبقى للاطفال، هم بيحبوا الاطفال اللحمة المفرومة والبطاطس. بنعمل جرنش للطبق دلوقتي. وهنوري ازاي الناس تعمل جرنش للأطباق.
كده بنعمل احنا الجريل على اساس ان هو يتحط في الطبق ويعمل شكل مناسب بالنسبه او ديكور مناسب بالنسبه للطبق. طبعا ده الفل الخضار، والخضار ده احسن من اي حاجة تاني مع الوجبة. طبعا انا بحب الدهوب باشا جدا، وكل الاطفال بيحبوا ليه اللحمه اللي هي زي الكفته او الامنس ميت الكلام ده كله. طبعا احنا بنتكلم في مقادير الشيش طاووق. مقادير الشيش طاووق عباره عن نص كيلو اوراق دجاج، وبنقدم معاها مثلا بالتوابل بتاعتها عصير ليمون، ثوم، نص علبه زبادي، معلقه كاتشب، معلقه مستردة، وبصل مبشور وطماطم مبشوره، مع الخضار اللي هو المشوي بتاعه والخضار الجريل. داوود باشا ربع كيلو لحمه معموله مفرومه ومعموله كور زي ما انتم شايفين، ابتدت على النار واخده معاها توابل اللي هي العربي، عباره عن ملح وفلفل، سن بهارات، سن كمون، سن كزبره، ابتدت سوتيه وتحط عليها صوص طماطم. صوص طماطم عباره عن طماطم فريش وطماطم بيست وزبده، واتاخد سوتيه واتحطت فيها الدهوب باشا. اما بالنسبه للحلم فانا اقترح ان هو يتقدم مع الحلم بسبوسه أو بسبوسة وكلش. كل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد عليكم، وبالهنا والشفا. كان معاكم الشيف عماد حمدي من داخل مطعم أبيلا. VK